أغلب النجوم يحبون يسجلون أغنياتهم بعيد عن الكاميرات والزحمة والمقابلات، بس إحنا حرصنا نتواجد بالمطبخ الفني وعلى مود هيج. لما عرفنا أنه الفنان وليد العسل يسجل أغنية جديدة رحنا الاستديو وكان هناك اللقاء. أنا بخير ومشتاق لكم كلش. احكينا يا وليد عن العمل الجديد، شفناك متحمس إله وأنت تتسجل، شو تقول عنه؟ طبعاً العمل شيء مختلف، جملة لحنية وشعرية، والحمد لله وشكر توفقنا بالعمل. إن شاء الله راح ينزل العمل وراح تشوفون شيء مختلف كل شيء يعني. بالنسبة لوليد يعني كلمات وألحان المبدع سيف الفارس، وتوزيع وماسترينج المبدع أحمد المهندس، وإخراج مرتضى الرسام. آخر إصداراتك كانت دنياية والأغنية كل جديدة عليك، ونزلت قبل شهر وتخطط المليون بأسبوع. شنو الاختلاف اللي راح تقدمه بالعمل الجديد هماتين؟ مختلفة لأنه يعني أنت ممكن تعرف اليوم الأغاني صارت تشبه بعض حتى بالكلام أو باللحن. إحنا سوينا شيء، الموضوع كان موضوع الكلام مختلف، بمقامات جميلة، بأكثر من نقلة لحنية، حتى بتصوير بالإخراج هم صار يعني مختلف. سوينا ستوري يعني كبير، يعني قصة حقيقية سويناها على العمل نفسه يعني. يعني راح تشوفون فيلم سينمائي خلي إذا يصح التعبير. حلو، نتمنى لك الموفقية دائما. قطعت مسافة طويلة لبغداد اللي قررت تسجل وتصور بيها، بس ليش؟ لأنه بغداد الحب طبعا. أنا يمكن هذا ثاني عمل راح يكون إليه تصوير ببغداد، يعني هو أول عمل هم كان ويا أحمد المهندس. أنا أحب أغني عنده، هو يعرف لأنه طريقة الغنى وسحب الصوت هو يعني أكثر واحد قريب عليه بهذه النقطة. بما أنك قدمت أعمال خليجية هواية، جمهورك بصراحة أغلب من الخليج لو من العراق؟ ما تقدر تقيس، بالعكس الحمد لله المحبين هواية وين ما تروح، بالخليج بالعراق حتى بالشام الحمد لله وشكرا. لا تتركنا يا وليد وتروح قبل ما تخصنا مقطع حصري من أغنيتك الجديدة. عندك علم لولا باخر قراراتي، صرت انت من اليوم خارج حساباتي، اي راح اعوف اثنين انت ومعاناتي. هذا لكم حصري يعني ما اقدر اكمل. اتمنى لكم الموفقيه وشكرا لجهودكم، ويا رب اشوفكم اعلى واعلى بعد. واني كلش فرحان اليوم انا متواجد وياكم وشرفتوني وشكرا لكم.